في أسلم بعد أو قبل فتح مكة بعد صلح الحديبية في العام 8 للبعثة. أسلم عمرو بن العاص على يد النجاشي وذهب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة وأسلم على يديه شريطة أن يغفر الله له ذنوبه ما تقدم منها. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمرو، إن الإسلام يجب ما قبله، وإن الله سوف يغفر لك ذنبك ما تقدم منه. فإذا بالأمر بن العاص يتهلل وجهه ويفرح فرحا جما بما سمعه من الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى يقول عمرو: والله إني قد استحيت أن أملأ عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيهما، لما في وجهي من الحياء من رسول الله، أنني مكست هذه المدة طيلتها لم أسلم ولم أؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لننظر إلى عمرو بن العاص وهو يحرر مصر، هذه البلد أو هذا البلد الآمن. لننظر إلى الفاروق عمر، وفي عهد الفاروق عمر يطلب عمرو بن العاص من الفاروق أن يذهب إلى مصر، وكان الجنود في هذا الوقت قد أعيتهم الحروب، لأنهم كانوا قد خرجوا من فتح بيت المقدس ومن الفتوحات الأخرى إلى أن وصل عام 20 هجرية. فإذا بعمرو بن العاص يطلب من الفاروق عمر أن يفتح مصر، فإذا بالفاروق عمر يأذن له بعد إلحاح شديد من عمرو بن العاص، ثم يرسل الأمير المؤمنين عمر إلى عمرو بن العاص كتابا، فإذا به كان عمرو بن العاص داهية للعرب، ذو ذكاء وذو دهاء، حتى أن الفاروق عمر في إحدى المرات عندما قالوا له: ارتبون الروم لا يلزمه إلا رجل ذو حنكة، فيقول الفاروق عمر: لقد رمينا ارتبون الروم وارتبون العرب. فكان عمرو رجل ذو ذكاء باهر. فإذا بعمرو بن العاص تصل الرسالة، وكان عمرو بن العاص لا يزال في أرض فلسطين، ومن ذكائه لم يأخذ الرسالة ولم يفتحها. فإذا به بعدما يدخل على أرض مصر فيقول: أين نحن الآن؟ فيقولون: أنت الآن على العريش. فيقول: أنحن الآن في أرض مصر؟ فيقولون: نعم. فيأخذ عمرو بن العاص رسالة أمير المؤمنين عمر ويفتحها، فإذا بها: يا عمرو، إذا وصلتك رسالتي قبل أن تدخل أرض مصر فارجع، وإن وصلتك رسالتي بعد أن تصل أرض مصر فسر على بركة الله. فيقول عمرو بن العاص: الرجل الذكي، سيروا على بركة الله كما أمركم أمير المؤمنين. وعمرو بن العاص كان لا يريد أن يقاتل أهل مصر، لأنه والصحابة أجمعون قد أحبوا أهل مصر. لماذا؟ لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أوصى على أهل مصر، فهم فيهم خير أجناد الأرض، وقد أوصى الحبيب محمد: إنكم ستفتحون بلد يسمى فيها القراط، فإذا أنتم فتحتموها فاستوصوا بأهلها الخير، فإن لهم أو لكم ذمة ورحما. هو إسماعيل عليه السلام وماريا القبطية أم إبراهيم عليه السلام. فإذا ما نظرنا إلى عمرو بن العاص ينادي أهل القبط: إننا أتينا لكم، لسنا محاربين ولا مقاتلين، ولكن أتينا فاتحين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشرنا بأننا مفتتحوكم ولم يقل لنا بأننا مقاتلوكم. فأراد أن يحقن دماء المصريين. فإذا بهم يعطيهم عمرو بن العاص 3 أيام، ثم يزيدهم يوم، ثم يزيدهم يوم، وفي اليوم الرابع ارتبون الروم أراد أن يحارب جيش عمرو بن العاص، فما كان من مقدمة الجيش إلا أنها قتلت هذا الارطبون ومن حارب معهم. وعمرو بن العاص يدخل هذا البلد الآمن المطمئن، يدخله محررا من أيدي الرومان، محررا من الأيادي التي كانت تريد أن تأثم في هذا البلد. فإذا بوالي مصر أو حاكمها يقول: والله إنا كنا ندفع الجزية لمن هو أبغض إلينا منكم، فخذوها أنتم، فأنتم أحق بها من هؤلاء الذين نعطيهم الجزية. ويفتح الإسكندرية، ويدخل عمرو بن العاص مصر، حتى
في جاء شهر بؤونة، فيرسل عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، هناك أمر قد حيرني في مصر. فيقول الفاروق عمر: وما هو يا عمرو؟ فيقول عمرو بن العاص: إن أهل مصر إذا جاء شهر بؤونة يأخذون بنتا بكرا، ويلبسونها من أجمل الثياب، ويحلونها بأشهى وبأنظف الأشياء بالذهب وبالفضة، فإذا بهم يلقونها في نهر النيل حتى ينبع الماء ويخرج الماء ويمتلئ النهر. فيقول الفاروق عمر: إن هذه جاهلية، إذا وصلتك رسالتي يا عمرو فألقها في نهر النيل. فانظروا إلى الفاروق عمر، الرجل الذي كان المولى سبحانه وتعالى يحبه، ماذا حدث؟ وصلت الرسالة، أخذها عمرو بن العاص، فإذا مكتوب في هذه الرسالة، استمعوا جيدا، من عبد الله الفقير عمر بن الخطاب إلى نيل أهل مصر: إن كنت تجري بأمرك وتجري من نفسك فلا حاجة لنا فيك، وإن كنت تجري بأمر من الله وبفضل من الله فنسأل الله أن يجريك. ويلقي عمرو بن العاص هذه البطاقة في نهر النيل، فإذا بنهر النيل يرتفع الماء فيه إلى 16 ذراعا في ليلة واحدة.